دنمارك الأخرى لم تغادر الاشتراك في عالم الناشئين من البداية إلى الآن في 2005. نتمنى التوفيق للجهاز الفني، كابتن محمد الألفي وكابتن وائل عبد العاطي وليد عبد المقصود وعند رهوان. تقاطع، حيشوت الكرة من بعيد عبد الغني، ولكن يتصدى لأول الكرات. الحارس بيتصدى لأول الكرات، يوهانسن لأول الكرات، تروح الكرة في الجناح ويحرز الهدف من الجناح اليمين. بيحرز أروس لورسن لاعب بريبي. الدنمارك واقع على الأرض. سلامات عبد الغني، سلامات عبد باك الشمال يلعب الكرة، عمر عطلان، عمر عايز يشوط الكرة، يلعب الكرة حلوة قوي عند الخواجة. يا ولد يا خواجة يا ولد، يحرز أول الأهداف لمنتخب مصر من الباك اليمين لاعب سبورتنج اللي بدأ المشوار من النحاس. أول الأهداف، تروح الكرة في الجناح ويتصدى جو، يقفل الزاوية، يقفل الزاوية جو. يوسف ناجي يتصدى لانفراد تام بالمرمى. هايل يا ولد، هايل. فراس، فراس الحماس يا فراس، ويحرز الهدف فراس. يتقدم لمنتخب مصر فراس مروان رجب، حلو قوي. 2-1 مرة تانية، يعدي ويشوط الكرة من الباك الشمال، بيعملوا الهجمة السريعة. هارد لك، يرجع مرة تانية، عايز يعدي في وسط الدفاعات، يلعب الكرة على الدايرة، أميز اللاعبين هذا اللاعب. بشكل أساسي هو يوهانسون، يلعب الكرة يا ولد يا جو، يتصدى كويس قوي في الزاوية الأرضية، حب يلعب كده الكرة مبختة قبل الدفاعات. مرة تانية عمر عطلان يطلع من أعلى نقطة يشوط، يا عطلان يا عطلان يا مرة تانية تروح، يلا أثناء العادة، يلا رهوان يا ولد يا رهوان يا ولد يا رهوان. إزاي اللاعبين دول متناغمين في الخطوط؟ دي نقطة مهمة جدا. 4-4 مرة تانية يلعب الكرة. لازم نقفل الزاوية دي، ناخد وقتنا في الهجوم، ده كلام محترم جدا. يلعب الكرة على الدائرة يلا، لكن تروح، يلا يا بلال. اختار يتكلم بدقة كابتن محي في التحليل. يا ولد يا ولد يا ولد يا جو يا جو يا جو، بيعمل له النجمه ويقفل له الزاويه. عايز يعدي، يقف قدامه شوط من ثبات. يا جو يا جو يا ثبات، يا جو يا جو يا تصدي، يا جو يا جو يا تحدي. عطلان يلعب الكره عند زياد حشاد، عايز يلعب الكره من ورا الخواجه، يعدي يلعب الكره على الدائره، يلا بقى المره دي. ايوه كده، انا بنجري بكل الخطوط. زياد حشاد يلعب الكرة عند طغيان، اللي يشوط الكرة طغيان يا ولد، اتميز الآن. وقف قدامه يا خواجة، حشاد عايز يلعب الكرة في الجناح، بيقول له مع بعض عبد العاطي، يشوط الكرة من الجناح اليمين، يجيب الكرة بصعوبة، سوني سان، هيلعب الكرة من الثبات، هيلعب الكرة من الثبات قبل ما يشوط عدل. يطلع من على الدايرة وينزل. مرة تانية حشاد في المعاد بالمهارة فوق العادة يا ولد يا ولد. مرة تانية بيجهز نفس اللاعب اللي عايز يعدي او يشوط، يلعب الكرة من الثبات، هيلعب الكرة من الثبات واضح، يلعب الكرة سوني سان فيلسن، عملها كويس. تاني لاعبين الهدافين في الدنمارك، 28 هدف في البطولة من 38 تصويبة، سوني سان. زياد حشاد يا ولد يا زياد يا ولد على المهار يا زياد، نقف قدامه أكتر، إشارة تحذير باللعب السلبي، خد الكرة على مرتين، عايز يلعب الكرة من وراه، يجري يجيب الكرة من قدامه، لكن ترجع مرة تانية. ده كتير يعني، 10-8 ما نستناش صفارة الحكم. 3 اهداف من 4 تصويبات، عليه 75%. يلعب الكرة على الدائرة يا زياد، يتصدى الحارس لاندروف، لاندروف عايز يعدي، يقف قدامه كويس قوي، يخترق الدفاعات دائما. توني سان، توني سان يعدي يشوط ويحرز الهدف الثاني. حماس يلعب عند زياد، يلعب عند محمد صلاح اللي يعدي كويس قوي محمد صلاح، لكن يتصدى، يلعب عند اوكا اللي نزل مكان رهوان، يلعب على الدائره لزياد يا ولد يا ولد معز. حماس يقول له اعلى، هيشوط الكره من الثبات، هايل يا ويلو، هايل يا ويلو، يتصدى للكره ويلو، يلا يا بلال، ويتصدى الحارس. عايز يعدي فراس طالع لبره، بنسلم ونستلم الزياده، يعدي يلعب الكره في الجناح، بقى في مساحه، بقى في مساحه، او يلعب الكره فراس، يعمل معاه رميه حره. ويحرز الهدف. لا ما تبقاش مفتوحه قوي عشان الدايره فاضيه، الدايره فاضيه، الدايره فاضيه، ويستلم الكره. يلعب الكره لاوكا في الباك اليمين،
ليه محمد وائل اللي يلعب لأوكا اللي شوت الكرة حلوة قوي أوكا. أيوة كده يجري الدنمارك عايز يعمل هجمة سريعة مرة تانية بيعدي كويس قوي ويشوت الكرة بقوة محمد وائل. لا ده أوكا يشوت أوكا يشوت أوكا يحرز تمرير خط خلفي يلعب الكرة مرة تانية عند عمر اللي عايز يعدي يلعب الكرة حلوة قوي المرة دي من الباك اليمين السلامة كويس قوي طالع لبرة عايز يعدي بيقول له حيشوط كمل حيشوط فعلا عدى خلاص بالاختراق عدى على مهلك صلاح يعدي كويس قوي هايل يا ولد بيهوش برسل ايديه كويس قوي مرة تانية تروح الكرة منه عند ويلو ليلعب الكرة في المرمى الخالي ويلو 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 مرة تانية عايز يعدي يشوط الكرة ويلعب الكرة على الدائرة تروح الكرة يلا المرمى خالي على مهلك بقى على مهلك رجع على مهلك على مهلك يا حماصة يا حماصة يا حماصة هو ده على مهلك بنلعب دفاع متقدم يبقى لازم ناخد بالنا من التصويبة ويلو واحد تصدى مرتين ويلو يلعب الكرة عند ماركي مباراة فردية يلا يا أوكا ركز معاه كويس قوي يلا يا أوكا يا أوكا يا أوكا العيد مبروكة عايز يعدي يلعب الكرة لكن يقف قدامه كويس قوي بلال ما يشوطش مستريح ما يشوطش مستريح شاط الكرة يحرز الهدف طغيان يلعب الكرة عند محمد صلاح على مالك حاسم من المس باص يا حماصة يا حماصة عامل خلاص ويعدي حماصة هدف لهدف رد سريع من منتخب مصر الناشئين مرة تانية عايز يعدي يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو يتصدى الانفراد على مهلك 21-17 على مهلك يا صلاح على مهلك يا صلاح تضيع الكرة بيسحب الملعب عشان الجناح اليمين يلعب ويمر ويحرز الهدف يا محمد وائل نزل على الباك اليمين مع فراس صانع العاب محمد وائل يعدي كويس الهائل وائل الهائل وائل يخلص الفارق 22-18 ما يجيبش هدف باقي 7 ثواني ما يشوطش ما يشوطش يا ويحرز الهدف من الجناح في اخر ثانية في اخر ثانية مثل عشان 23 الدنمارك 18 مصر 60% من الاختراقات والدفاعات والانتقال من الهجوم للدفاع في الشوط الاول احرزوا 18 هدف من 22 كورة بفعالية 82% نسبة للدنمارك اما مصر كانت النسبة 31% يلعب كورة من العاب الهواء يلعب كورة من العاب الهواء عايز يعدي يلعب الكرة عند فراس يلعب الكرة حلوة قوي يا ولد حلوة قوي كرة حلوة قوي عمر عتلان لاعب الجيش يلعب الكرة في الجناح زيادة عددية من الجناح اليمين ويحرز الهدف مرة تانية يلعب الكرة عند عمر اللي يعدي كويس قوي هايل 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 شبانج العالي قوي يطلع من اعلى نقطة كده ويلعب دريبلاي ويعدي في وسط الدفاعات رائعة كويس قوي عمر عتلان يعملوا الهجمة السريعة وتيجي الكرة الحمد لله بتيجي الكرة في القائم على ما عايز يعدي في راس يلعب كرة حلوة قوي لكن تجيله مرة ثانية هدية يا وتجيلك يا لمسك لمس خط 6 متر هدف مرة ثانية يشوط الكرة كويس قوي لكن يلمها كويس اوكا يلا اوكا يدي فرصتنا يا اوكا حلو حلو يا اوكا مع محمد وائل يلعب الكرة عند الدايرة عايز يعدي هايلة 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 يستلم الكرة عايز يعدي يلعب الكرة حلوة يا ولد لكن يتصدى تصدى الحارس ده الحارس الرئيسي يوهانسون بيشيل الكرة مرة تانية عدي ويحرز الهدف اول هدف يوم بعد 6 دقايق فوليد هيشوط الرمية الجزائية بيدرسن ويحرز ويحرز امل بيدرسن ايرا عشان يعمل خلخلة دفاعية يلعب الكرة عند فراس اللي يلعب الكرة عند زياد يلعب الكرة في الجناح عند اوكا لكن يتصدى وتروح مرة تانية لاوكا يا ولد يا اوكا يكمل اوكا ويحرز الهدف ثواني مباراة قبل النهائي في بطولة العالم للناشئين يلعب الكرة حلوة قوي الفراس اللي يلعب الكرة حلوة قوي البلال في الجناح يلا يا بلال هايلة يا ولد جملة تكتيكية رائعة بيدرسن هيشوط الكرة على يوسف ناجي على جو مباراة فردية وينجح في مرة تانية زيادة للدنمارك اللي عايز يلعب الكرة في الجناح اللي لعب له الكرة فعلا يلعب الكرة من ألعاب الهواء عملوها تاني مرة يلا رجالة فراس يلعب الكرة حلوة قوي زياد حشاد اللي عدي حلوة قوي يا زياد حلوة قوي يا زياد قدام لاعب مهم جدا هذا اللاعب تونسان تونسان تقاطع يلعب الكرة على الدائرة استلم الكرة يحرز الهدف لو لمسه في راس ياخد رمية جزاء عشان كده سوى عايز يعدي زياد عايز يشيب الكرة حلوة قوي عند في راس يلعب الكرة على الدائرة اللي استلم الكرة على الدائرة حلوة قوي حلوة قوي طغيان
مرة تانية يلعب الكرة في الجناح اللي استلم الكرة ويحرز الهدف. عايز يعدي زياد، تتقطع الكرة، دربكة، يجري الدنماركي بهجوم خاطف في الشمال، يروح في انفراد ويحرز الهدف. جت 24-22 على اسبانيا، والسويد جت في المركز الثالث، وفرنسا جت في المركز الرابع، وثالث مرة كانت في المجر في 2013. مرة تانية عايز يعدي، يلعب الكرة ويحرز الهدف. عايز يعدي مع زياد، يعدي كويس قوي زياد حشاد، يعدي كويس قوي، ليه ياخد رمية جزائية. يلا زياد، زياد حشاد ولا شوت الرمية الجزائية ويحرز الهدف زياد حشاد، ويقلص الفرق لست اهداف في الملعب. زياد عددية طبعا، يعدي، يا سلام يا ويلو، يتسقط لكن ياخدها الجناح اللي عايز يعدي، صلاح، فراس، زياد، بعيدة لكن ياخدها زياد، يجدد الهجمة دي، يجدد الهجمة دي زياد. بقى في زيادة خلاص، حبينا نقطع الكرة لكن ويلو، ويلو يتصدى للكرة ديت. يلا نجري بقى، محتاجين دلوقتي نسرع الهجمة. اهدي زياد، سيب الكرة عند اوكا اللي يلعب الكرة حلوة قوي على الدايرة هايلة، على الدايرة هايلة. بيدرسون، هارد لكاويلو، حاول عليها لكن يحرز الهدف. 36-30، صلاح عايز يعدي، يعدي كويس قوي صلاح، كويس قوي، ويحرز الهدف ويقلص الفارق. يلعب الكرة، المفروض يبقى في لعب سلبي، يلعب الكرة ويحرز الهدف، ويحرز الهدف، فارق 50%. حشاد عايز يعدي، يلعب الكرة، عايز يعدي بلال منه، يعدي حلو قوي يا بلال، حلو قوي بلال، ويحرز الهدف. مرة تانية عايز يلعب الكرة، حلو قوي، قطع الكرة زياد، وفاول لصالح مصر. عايز يجري، يجري بسرعة، عدي كويس يا صلاح، ركز يا صلاح، حلو قوي، يحرز الهدف. يلعب الكرة، تروح، يلا فراس، فراس ينقل الكرة كويس قوي في الشمال، بلال يلعب الكرة حلوة، يستلمها كويس ويلعب الكرة ويحرز الهدف. هايل يا رجالة، والله والله هايلي. يلعب الكرة عند فراس، يلا فراس، يلعب الكرة عند زياد، يا رب يعدي زياد، يشوط الكرة في المعاد، يا رب يا رب يا رب. 38-35، عايز يعدي يشوط، يقف قدامه، يتصدى ويلو كويس، يا راجل لا يا راجل لا يا راجل، يدي رمية حرة على مصر. مش ممكن، في اشاره تحذير باللعب السلبي وهو جوه الستة متر. 38-35، صعب طبعا، بقى نص دقيقة، صعب. يلعب الكرة على الدايرة ويحرز الهدف للدنمارك. 39-35، 29 دقيقة 42 ثانية، فراس العب لآخر ثانية، عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة لكن ياخد رمية حرة. تمرير، يلعب الكرة عند زياد اللي يلعب الكرة، لكن ينتهي الشوط وينتهي اللقاء بفوز الدنمارك. 39-35 بفارق 4 أهداف، عديلي البرونزية بياخد أفضل لاعب في اللقاء، إيميل فيدريك بيترسن لاعب كوبنهاجن، هو الهداف، هو محور الأداء عندهم، بيعمل تحركات، بيسلم أفضل لاعب. دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لأميز اللاعبين في اللقاء اليوم، إيميل فريدريك بيترسن.